يسعد صباحكم مشاهدينا أينما كنتم. فلسطين هذا الصباح لهذا اليوم التاريخي 11 من شهر نوفمبر للعام 2015، 11 عاما على رحيل القائد الرمز ياسر عرفات. صباح الخير منا. يسعد صباحك مي، يسعد صباحكم مشاهدينا وينما كنتم بتتابعونا. فلسطين هذا الصباح يعني مشوار صباحي جديد في هذا اليوم. أكيد في هذا النهار نتحدث عن الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات، الفعاليات المختلفة في مختلف المحافظات لإحياء هذه الذكرى، ويعني في فلسطين هذا الصباح أيضا ضمن موجة مفتوحة في تلفزيون فلسطين للحديث عن هذا الموضوع وتغطية هذا اليوم. نعم منى، نستذكر مما كتب الشاعر الراحل محمود درويش في رثاء القائد الرمز ياسر عرفات. كتب درويش يعني في رثائه عن ياسر عرفات: كان ياسر عرفات الفصل الأطول في حياتنا، وكان اسمه أحد أسماء فلسطين الجديدة الناهضة من رماد النكبة إلى جمرة المقاومة إلى فكرة الدولة إلى واقع تأسيسها المتعثر، لكن للأبطال التراجيديين قدرا يشاكسهم طبعا ويتربص بخطواتهم الأخيرة نحو باب الوصول ليحرمهم من الاحتفال بالنهاية السعيدة بعمر من الشقاء والتضحية، لأن الزارع في الحقول الوعرة لا يكون دائما هو الحاصد. طبعا يعزينا في هذا المقام أن أفعال هذا القائد الخالد الذي بلغت حد التماهي مع التامة بين الشخصي والعام قد أوصلت الرحلة الفلسطينية الدامية إلى أشد ساعات الليل حلكة، وهي الساعة التي تسبق الفجر، فجر الاستقلال المر. مهما تلكأ هذا الفجر ومهما أقيمت أمامه أسوار الظلاميين العالية، يعزينا أيضا أن بطل هذه الرحلة الطويلة الذي ولد على هذه الأرض الشرسة قد عاد لها ليضع حجر الأساس المستقبل وليجد فيها راحته الأبدية لتغتني أرض المزارات بمزار جديد. رحم الله الشهيد ياسر عرفات. وكانت منى مؤسسة ياسر عرفات يوم أمس قد منحت الجائزة السنوية للإنجاز لمؤسسة دار الطفل العربي، هذه المؤسسة المقدسية العريقة واللي أسستها الراحلة هند الحسيني ولها اليد البيضاء على مدينة القدس وعلى مسيرة التعليم فيه وعلى الأيتام هناك بشكل خاص. نبارك لدار الطفل العربي هذه الجائزة ونتمنى لها دوام التقدم والإنجاز والعمل في سبيل مدينة القدس. نعم مي، في محطاتنا في فلسطين هذا الصباح كما تحدثنا ذكرى 11 يعني استشهاد الراحل ياسر عرفات، من غزة أيضا نناقش هذا الموضوع، وفي استديوهاتنا في رام الله أيضا نتحدث طبعا عن الاعتقال والتنكيل بحق الطفل أحمد مناصرة. ويعني هذه الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس تأتي في يعني وقت صعب، في أشد أوقات الاشتباك مع قوات الاحتلال لنفس الهدف الحرية الاستقلال. على العموم يعني في السياق مع الحديث عن الطفل مناصرة، السيد الرئيس يعني أوعز بتحويل هذه الجريمة والتحقيق الذي تعرض له الطفل المناصرة واللي شاهدنا الفيديو الذي نشر له إلى محكمة الجنايات الدولية. أيضا معرض حكاية حصار، هذا المعرض اللي بيروي حياة وحصار تحديدا الرئيس الراحل في المقاطعة في فلسطين هذا الصباح. هذه المواضيع ومواضيع أخرى نناقشها في برنامجنا لهذا اليوم. متابعة طيبة لكم مشاهدينا، يسعد صباحكم أينما كنتم. القدس دائما كانت ولا زالت البوصلة، قدم على أرض محررة وعين على تحرير القدس. نعم نتقابل مرة أخرى في جنين المحررة. ورام الله وبيت لحم والخليل. نعم وبعد ذلك نصلي سويا في أولى القبلتين.
السلام ومهد المسيح عليه السلام في القدس الشريف. في القدس الشريف. القدس على طول المرحلة في الحرب وفي السلم. ما نعمله الآن هو الوفاء، الوفاء كل الوفاء بالعهد والقسم الذي أعطيناه لشعوبنا، لأمتنا العربية، لأمتنا الإسلامية، أعطيناه لشهدائنا الأبرار، لمعتقلينا الشجعان، أعطيناه فلسطين، فلسطين دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف. القدس حاضرة أيضا وسط الحصار أمام هذه العنصرية وهذا الإرهاب وهذا العدوان بكل أنواع الأسلحة الأمريكية. وهذا الشعب بقول لهم معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. القدس في الحياة وفي الممات. احنا كلنا مشاريع شهادة، واحنا لا بنخاف ولا بنتردد ولا بنتراجع ولا بنتقهقر. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. يعني أبرز ما عنونت الصحف المحلية لهذا اليوم من القدس البداية، والخبر الأبرز: شهيدان والحصيلة 82 منذ بدء الهبة، دهم واسع لقرى ومخيمات في محافظة بيت لحم، واقتحامات الأقصى متواصلة، واعتقال 41 مواطنا معظمهم من قلقيلية. نقرأ أيضا في صحيفة القدس: انطلاق فعاليات الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس عرفات، والحمد لله ماضون على الطريق الذي عبده القائد الفذ أبو عمار وفتح، تتسلم منزل الشهيد ياسر عرفات في غزة. يعني هذه وهدول العنوانين الأبرز في صحيفة القدس واللي احتلوا الحيز الأكبر. إلى صحيفة الأيام هنا، وركزت على الشهداء الذين ارتقوا يوم أمس في خبرها الرئيس، ونطالع: شهيدان برصاص الاحتلال في القدس وشرقية بيت لحم، عشرات الإصابات خلال مواجهات ومسيرة حاشدة في الخليل. إذن يوم أمس استشهد شابان في القدس وشرقي بيت لحم برصاص قوات الاحتلال بذريعة الطعن، فيما أصيب آخرون خلال مواجهات عدة في مناطق، بينما نظمت في الخليل مسيرة حاشدة طالبت باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال. في القدس الشاب الشهيد هو محمد نمر 37 عاما من سكان العيسوية في القدس، والشهيد آخر على حاجز الكونتينر يوم أمس، وهذا العنوان الرئيس في الأيام. إلى صحيفة القدس: مجلس الوزراء، الانحياز للاحتلال وتبرئته قلب للحقائق ويشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، ودعا للمشاركة في إحياء ذكرى استشهاد الرئيس عرفات اليوم. الرئيس يصدر تعليماته بتحويل الجريمة التي تعرض لها الطفل مناصرة للجنايات الدولية، والجيش الإسرائيلي يعد لنشر شبكة من المجسات وآلات التصوير في شوارع الضفة بهدف الكشف عن العمليات ضد الإسرائيليين قبل تنفيذها. أسابع منا في الأيام: مستوطنون ومهندس أثار إسرائيلي يقتحمون الأقصى، والاحتلال يعتقل طفلين شرقي البيرة، ونفي ادعاء إسرائيلي حول محاولة طعن قرب قلقيلية، فيديو لمحققين إسرائيليين ينكلون بالطفل مناصرة صرخ باكيا: ما كناش في هذا الشارع ومش متذكر، وهي الكلمة أصبحت هاشتاج معروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومحكمة تقرر تمديد اعتقاله إلى مطلع 2016. بنت الحديث عن دولة فلسطينية خطأ تاريخي. طبعا نفتالي بنت هو رئيس حزب البيت اليهودي ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، قال إن خطأ تاريخيا عندما يتم الحديث عن دولة فلسطينية. جاءت أقواله في إذاعة الجيش العبرية وأصدر هذه التصريحات.
هيئة مقاومة الجدار مخططات إسرائيلية متسارعة لشطب حل الدولتين. ومن الخبر اللي كنت عنده مي، لجنة تابعة لبلدية القدس ستقر اليوم مشروع بناء 900 وحدة استيطانية في جيلو. وتحدثنا يوم أمس أيضا عن توقيع على أيضا مخطط هيكلي لتوسيع في مستوطنة. وأبردينا لصحيفة القدس الموقف الأمريكي سلبي وغير مشجع ومنحاز لإسرائيل. نتنياهو للصحافة الإسرائيلية: لم أبحث مع أوباما تجميد الاستيطان فقط، بل فقط التهدئة. بنت حل الدولتين يتبخر، ونعتزم ضم الكتل الاستيطانية ومناطق سي، ولا نخشى ردا دوليا. وكتل اليمين تدعو إلى توسيع الاستيطان. أتابع في الأيام، فلسطين تحيي ذكرى 11 لرحيل عرفات، ومؤسسة دار الطفل العربي تفوز بجائزته للإنجاز، حماس تسلم بيته في غزة إلى مؤسسته. طبعا قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن حكومة حماس المقالة السابقة كانت قررت إنهاء الحراسة وتسليم منزل عرفات منذ عامين، إلا أن زوجة الرئيس الراحل سهى عرفات رفضت تسليمه للمؤسسة حينها، وطلبت أن يبقى المنزل كما هو خاصا بها وبأسرة الرئيس. طبعا تسليم المنزل للمؤسسة جاء متزامنا مع حلول ذكرى رحيل عرفات 11 التي توافق اليوم، وبعد موافقة زوجته نيابة عن العائلة على تسليم المنزل للمؤسسة لاستخدامه في ممارسة نشاطاتها. أيضا أتابع أن نتنياهو: الصراع الدائر في الشرق الأوسط معركة بين الحداثة وبدائية القرون الوسطى. تصريحاته جاءت في ختام يوم قضاه في واشنطن، وأكد تمسكه بحل الدولتين للصراع العربي الإسرائيلي، في حين سعى الزعيمان إلى تحسين العلاقات التي توترت بينهما في وقت سابق. إلى صحيفة الحياة الجديدة، ومن أبرز ما عنونت لهذا اليوم: مزاعم الطعن تتغول، والاحتلال يعدم شابا في باب العمود، وفتى على حاجز الكونتينر أصاب طفلا بجروح خطيرة، واعتقل آخر في القدس بنفس الذريعة. الرئيس يصدر تعليماته بتحويل الجريمة التي تعرض لها الطفل مناصرة للجنايات الدولية. ومحكمة احتلالية تمدد اعتقال الطفل مناصرة. غدا نشر فيديو إرهاب المحققين لانتزاع اعترافات منه. في الرياض، انطلاق أعمال قمة الدول العربية وأمريكا الجنوبية بمشاركة الرئيس عباس. طبعا هذه القمة لمجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي ما بين الجانبين. أيضا أتابع: رفح إصابة مواطن وتدمير منزل جراء انفجار عرضي في مخيم الشابورة. وفي هارتس نقلت عنها الأيام: نتنياهو ألمح لأوباما عن مطامع إسرائيل في الجولان، واستغلال ما يحدث في سوريا لضم الجولان لإسرائيل والحصول على اعتراف دولي بذلك. أيضا إسرائيل تحذر من عواقب وضع الاتحاد الأوروبي ملصقات على منتجات المستوطنات. وأخيرا انتقاد فلسطيني حاد لتهجم عمدة لندن على حملة مقاطعة إسرائيل. هذا العمدة هو في زيارة إسرائيل الآن، ويدعى بوريس جونسون، وقال أن حملة المقاطعة شبهها بالأكاديميين اليساريين الذين يرتدون الألبسة التي عفى عليها الزمن، ولقي انتقادا فلسطينيا حادا لهذه التصريحات. عودة إلى صحيفة الحياة الجديدة، ومن أبرز عناوينها لهذا اليوم: مجلس الوزراء يدعو إلى المشاركة الواسعة في فعاليات إحياء ذكرى استشهاد القائد ياسر عرفات. وعبد الرحيم الاستشاري: المؤتمر السابع سيعقد في حال الانتهاء من كافة ما يلزم لإنجاحه. الأحد القادم عطلة رسمية بمناسبة ذكرى إعلان الاستقلال. والآغا: قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة لإنهاء الانقسام. وفتح: تتسلم منزل الشهيد ياسر عرفات في غزة. وطبعا كلمة الحياة الجديدة في هذا اليوم: هذا هو ياسر عرفات. يعني خبر بعيد عن كل الأمور السياسية. منى، شهدنا تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفي بعض الحالات وصل لحد الإدمان. وحسب صحيفة الأيام ودراسة دنماركية، فإن الإقلاع عن فيسبوك هو وصفة لزيادة السعادة. طبعا يعني ممكن يكون في وقت أكثر للعائلة بعد الإقلاع عن الفيسبوك أو تخفيف من استخدامه.
يعني هذه أبرز عناوين الصحف. فيها الخبر: حملة علمية ترصد سقوط جرم سماوي على الأرض يوم الجمعة القادم، وطائرة خاصة تقل 11 خبيرا فضائيا تحلق في سماء أبو ظبي. يعني وتناشرت قبل حوالي أسبوع أو أكثر يعني عدة مواقع تحديدا اللي تعنى في رصد النجوم والفلك ويعني وكالات الفضاء الحديث عن هذا الجرم السماوي اللي راح يسقط على الأرض، وكان في يعني بعض المخاوف من أنه يضرب مناطق معينة، ولكن يعني كل الأنباء تشير إلى أنه راح يكون سقوطه آمن. إذن منا إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الفقرة من جولة في الصحافة المحلية، طبعا جولة في الصحافة الإسرائيلية وقراءة تحليلية مع فايز عباس بعد هذا الفاصل. من رماد النكبة إلى جمرة المقاومة إلى فكرة الدولة. كنا عندما انتصرت الجزائر انتهت ثورة الجزائر في المغرب العربي لتبدأ ثورة فلسطين في المشرق العربي. خاطب العالم بثقة: هذه الأجيال ستصل بلا شك، أنا لا ينازعني في هذا أي منازع، سنصل إن شاء الله. الطريق طويلة، حصار تلو الآخر. أطول حرب عربية إسرائيلية. أبو عمار يفترس الحصار 88 يوما من صبر، مقاومة فانتصار. مطلعنا ودعناك يا بيروت وسلاحنا شارة حرية، لا راية بيضا رفعنا يا بيروت ولطلعنا بها. حصر حصارك لا مفر، سقطت ذراعك فالتقطها، واضرب عدوك لا مفر، وسقطت قربك فالتقطني، واضرب عدوك بي فأنت الآن حر، حر وحر، قتلاك أو جرحاك فيك ذخيرة فاضرب بها، اضرب عدوك لا مفر. استمرت بهذا الحكاية وعلت الراية. بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني، قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية، فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. ظلت الطريق طويلة ولم يغب عنها الحصار لحظة. معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. يريدوني إما أسيرا أو إما طريضا وإما قتيلا، لا أنا بقول لهم شهيدا. ويستمر الحصار إلا أن الهجمة الشرسة يقابلها شعب الجبارين بإرادة حديدية حتى النصر. وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه، فإن المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين
فوق أرضنا الفلسطينية، فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. إذا أبرز ما عنونا الصحافة العبرية مع زميلنا فايز عباس. صباح الخير. صباح الخير. عشو ركزت الصحافة هذا اليوم؟ لسه طبعاً زارت نتنياهو للولايات المتحدة ولقائه مع الجالية أو المنظمات اليهودية الصهيونية، وأيضا عمليات الطعن اللي نفذها أطفال بالأمس في القدس. لكن قبل أن أبدأ في الصحف، أنا تابعت لقاءات نتنياهو وسمعت بعض من ما قاله في مركز أبحاث، هذا مركز أبحاث يعني تقدمي في أمريكي ويعتبر من اليسار. هذا المركز كان خلاف داخل هذا المركز لعدم دعوة نتنياهو إلى اللقاء، لكن في نهاية الأمر تم توجيه دعوة لنتنياهو، وتعرض لأسئلة محرجة جدا من قبل أعضاء المركز ومن لهي. وكان أهم سؤال يعني طرح أنه كيف عائلة دوابشي حرقت ولم تلقوا القبض على أحد مثلا. هذا أحد الأسئلة. والسؤال الآخر اللي كان برضو مهم جدا، أنه كيف أنت بتحرض على مواطنين في إسرائيل اللي هن العرب في يوم الانتخابات؟ يعني عمليا نعم عمليا يعني. فكان إيش كان رد نتنياهو عن قضية دوابشي؟ عائلة الدوابشي قال انه زار الطفل في المستشفى، زار العائله، والحكومه اسرائيل بدها تقدم لهن المساعدات. ويعني شوفي يعني لحد وين سخافه نتنياهو. بعتقد انه هن توصلوا ايضا الى هذه القناعه انه رده سخيف، ان من نفذ هذه العمليه مجرمين، عصابات مجرمين. طبعا انا بقول يعني طب اذا عارف ان عصابه مجرمين وينهم؟ لاول مره نتنياهو بتأتئ في الانجليزي، وحتى حتى استعمل كلمه عبري، يعني ما صار منها لي اعتقال اداري، ما ادري يعني عبر عنها تنو فطن لها بالانجليزي مع انه لغه الام انجليزي. صحيح. هذا اكبر دليل على ارتباكه واحراجه في هذا الموقف يعني. والغريب انه بقول انهم مجرمين، انا بعتقد يعني رايي الشخصي انه هذول مش هذول مجرمين إرهابيين. صحيح، ولكن هذول مجرمين مع ايديولوجيا يمينيه رضعوها من نتنياهو ومن حول نتنياهو. نعم. اما بالنسبه للعرب يعني هو اعتذر انه قال انه هذا تصريح ما كان موفق، ما كان مضبوط في محله. ولكن هو بقول طبعا في الحكي لحال والفعل لحال، شوفوا شو بعمل انا للعرب في اسرائيل. هذا كيقولنا دللهم والله. ايش بتعمل؟ ايش اعطينا شيء واحد مليح عنده نتنياهو للعرب في هاي الفتره الاخيره، يعني بالست سنين الاخيرات، يعني كله كذب في كذب في كذب. ويعني بعدين تعرض كمان لقضية القدس، وقال إنه قضية القدس والحرم القدسي لا يمكن أن تحل، لا يمكن أن تحل. وطبعا يعني من قال سنحيا على السيف للأبد يعني، وزور التاريخ الحديث وبرأ هتلر من دم من محرقة اليهود، بعتقد إنه أكذب من هيك إنسان لا يمكن يكون. ولكن للأسف الشديد كان هو يصفق له في الولايات المتحدة بالأمس. وطبعا يعني يبدو أن الأمريكان يعني كذب نتنياهو فعلا يعني هو بمشي عندن. الأولى صحيفة دعوات أحرنوت، بعتذر منك محمود، حط صحيفة دعوات أحرنوت بدون خجل العنوان الرئيسي في دعوات أحرنوت، أنه أعضاء الكنيسة رفعوا معاشاتهم بألف شاقل في الشهر. يعني مش خجلانين من حدا، بدهم أكثر من 40,000 شيكل في الشهر. طبعا حاطين عن هذا الطفل الفلسطيني عمره 11 سنة حاطين يعني مخرب ابن 11، يعني ابن 11، شوف لحد وين الحقارة والدن في العنوان يعني. طبعا تلاميذ أبناء 11 و13 خرجا من المدرسة مع سكين ومقص
وطعناه رجل أمن في القطار الخفيف، وأطلاق النار على الولد ابن 13 وإصابته بالغة، أما الطفل ابن 11 فتم اعتقاله. أي الأزمة القادمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يعني التلميح خلال زيارة نتنياهو للولايات المتحدة، بلدية القدس ستعلن اليوم عن بناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة جيلو. يعني نتنياهو بيحكي أنه ملتزم بحل دولتين، أما أسا بدي يصل لبيجيالة هذا البناء صحيح. الاستيطاني صحيح. نتنياهو بعد لقاء أوباما يدلي بتصريح مفاجئ، طبعا حسب إدارات أحرانات، لا أستبعد اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة. ليش بينسى ابن الضفة مثلا. ولكن هو بقول شريطة تلبية المعايير الإسرائيلية والأمن الإسرائيلي. نتنياهو أمام المنظمات اليهودية قضية القدس والحرم لا يمكن حلها. في الوقت الذي قال فيه نتنياهو أن لقاءه مع أوباما كان ممتاز، يعني طبعا الصحف الإسرائيلية شكر أوباما غير الشكر يعني أنه كان ممتاز، رد الناطق باسم البيت الأبيض على هذا وقال يعني جوش أرنست الناطق باسم البيت الأبيض من الصعب الحكم على ذلك، ولكن قال هو بسيدر يعني ماشي حاله يعني. اليوم الاتحاد الأوروبي سيقر وضع علامات على منتجات المستوطنات، وإسرائيل تحاول حتى اللحظة الأخيرة منع ذلك، وتدعي أن هذه خطوة عنصرية لأنه لم تتخذ خطوة مماثلة مع أي دولة أخرى في العالم. ما فيش ولا دولة في العالم حدا. تحتل دول ثانية غير إسرائيل مثلا. المحكمة العليا توجه انتقاد شديد اللهجة لنتنياهو، هل نتنياهو يمكنه أن يكون كل الوزارات؟ يعني النيابة الإسرائيلية اللي ردت على الالتماس الذي قدم قالت أنه كل ولد ممكن يكون وزير. الكونغرس ضد الأسامية، انتبهوا خلال الخبر هذا جيدا، قرار بالإجماع كان تصويت على في الكونغرس ضد الأسامية في أوروبا، ودعوة الحكومات هناك إلى معاقبة الأساميين في أوروبا. كان يعني التصويت بالإجماع، ولا واحد حتى امتنع عن التصويت يعني. وأيضا مطالبة الرئيس عباس وقف التحريض ضد إسرائيل. يا سلام، كمان في نفس القرار، في نفس بالإجماع القرار. بالإجماع شو التحريض يعني؟ وين التحريض الإسرائيلي؟ وين تحريض نتنياهو؟ ولا حتى نتنياهو ما بحرر، بيصدر أوامر بقتل الفلسطينيين يعني بدون إذا فكر، بس إذا عنده نوايا الفلسطيني لازم في قرار بقتله يعني. إعدامه صحيح. الكاريكاتير في دوت أحرنوت حلو جدا، معبر جدا، وبدل على مدى العلاقة اللي بين ريفلين ونتنياهو. طبعا ريفلين رئيس الدولة تلقى دعوة لزيارة البيت الأبيض خلال الشهر القادم. يعني هنا نتنياهو حامل المساعدات الأمريكية، أوباما معطي هدية لريفلين. إيش صار بتقوله؟ قل له أن الحمل كبير صار. تبعت ريفلين للصغيرة. ما بدناش احنا نوصل الدعوة لريفلين، فيش عنا محل يعني، خلص. وزن زايد صار. يعني ها بدل على مدى العلاقة بين ريفلين ونتنياهو. طبعا هون في يعني خصومة كبيرة وحتى يمكن أعداء سياسيين اليوم. صحيفة هآرت، نتنياهو قضية القدس والأقصى غير قابلة للحل. في خطابه أمام مركز الأبحاث لم يستبعد نتنياهو اتخاذ خطوات أحادية الجانب في الضفة. نتنياهو بسبب الأوضاع في سوريا يجب التفكير، حكى لأوباما، بشكل آخر بكل ما يتعلق بهضبة الجولان المحتلي. طبعا هو أراد اعتراف إسرائيلي، اعتراف أمريكي عفوا، بضم هضبة الجولان إلى إسرائيل. هضبة الجولان ضمت عن
82 مناحم بيج انضمها، لكن ولا دولة في العالم اعترفت في هذا الضم. يعني لو انه نجح في اقناع اوباما في الاعتراف بهذا الضم كان الوضع بيختلف حتى على المستوى الدولي. هناك لا يحمل الجنسية الإسرائيلية كمان. لا طبعا يعني هناك حتى الهوية كانوا رافضونها، رافضينها العرب في الجولان، واستمر أعلنوا إضراب استمر عام كامل يعني. الإدارة الأمريكية تخفف من حماس نتنياهو بالنسبة لقضية لقائه، قديش هو حكى عن هذا اللقاء كان ممتاز، كان موفق يعني، ولكن البيت الابيض كان موفق يعني، مش هذاك غير المسبوق يعني كما يدعي نتنياهو. وزيرة القضاء يلي تشكيت تعد قانون خير جديد لسجن الاطفال من سن 12 عام بعد تنفيذ عملية الطعن لاحمد مناصر. خصوصي له يعني. هذا له، هذا قانون احمد مناصر فصلت له ياسه. عملية العمليات في القدس يعني ممثلا النيابة العامة في المحكمة العليا، كل ولد يستطيع أن يكون وزير في رد على التماس ضد نتنياهو الذي يدير 4 أو 5 وزارات. الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي راتب الأثيوبي أقل ب 40% من الآخرين. مش عنصرية في إسرائيل، بلد فيهاش ولا ذرة عنصرية. أما الأثيوبي 40%، طلعلوش أكثر بينه وبينكو يعني الأثيوبي. تقرير لجنة الأمم المتحدة لحقوق الولد يوجه انتقاد شديد اللهجة لإسرائيل، حكومة إسرائيل، مش بسبب الأطفال اللي يقتلوا أكيد لا، لأن إسرائيل فشلت في مكافحة زنا الأولاد. يعني ما عالجت الموضوع بشكل لا تمنع زنا الأولاد، ولكن يعني في إسرائيل هاي الأمور برضو بالنسبة للمتاجرة بالنساء أيضا إسرائيل فشلت فشل ذريع. ننتقل لصحيفة مغرب. انقلاب في الجيش، ما لا يطلق الرصاص سيتم تقليصه، هذا حكي رئيس الأركان. يعني رئيس الأركان أقر عدة خطوات ستغير وجه الجيش الإسرائيلي، إقالة 2000 جندي من الحاخامية العسكرية من وحدة بسموها وحدة الثقافة والتعليم، وإذاعة الجيش لن تحصل على الميزانية العسكرية كمان، يعني ما بده الإذاعة. طبعا هذا يعني إذا فعلا صار يعني بصير لأول مرة في تاريخ إسرائيل تقلص الميزانيات للجيش الإسرائيلي. إطلاق أطفال مخربين، العنوان عن الأطفال كمان مرة نفس العنوان. نتنياهو في الولايات المتحدة، أقوالي في يوم الانتخابات أن العرب يصلون بالحافلات كانت خطأ مني، والعرب يصوتون لي أكثر من ما يصوتوا ليتحك هيرتزل. هيك هو بحكي. الطفل أحمد مناصرة ابن 13 الذي طعن يهودي وأصيب بشكل خطير قد يدخل السجن لأنه رفض الاعتراف في المحكمة بالتهم اللي وجهت له، ولو اعترف لكان قد تهرب من السجن. الآن سيتم محاكمته، وعندما سيصبح ابن 14 عام يمكن إدخاله إلى السجن. نتنياهو وأوباما اعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان لكي تكون رسالة لإيران. أيوة. يعني أنه يعني هذه رسالة أنه خلص هضبة الجولان إسرائيلية، وأوباما لم يرد على هذا الكلام كأنه ما سمعش يعني. طبعا يعني نتنياهو يتهم الفلسطينيين بعدم التوصل الى سلام، ويمدح سياسة الولايات المتحدة تجاه اسرائيل. شكرا امريكا، شكرا اوباما. اوباما لا سامي، اوباما بكره اسرائيل، اوباما
كله تغير، كله طبعا تغير بشكل يعني خلاص يعني اوباما انتهى مصالح انتهى. لا انتهى اوباما، هرتوغ الذي يزور الولايات المتحده وبعد لقائه مع كيري على نتنياهو ان يترجم عمليا التزامه بحل الدولتين. طب كيف بده يترجمهم؟ الا الاف الوحدات الاستيطانيه في شرق رام الله و900 وحده استيطانيه في مستوطنات جيلو، كيف بده يترجم حل الدولتين نتنياهو؟ انا مش فاهم. عاصفه في الكنيست خلال مشاركه رئيس منظمه لهفاء العنصريه، هذول اللي بيمنعوا البنات اليهوديات يتجوزوا عرب او يطلعوا مع عرب في لجنه الداخليه، تم استدعائك فاثار على حفيظه اعضاء كنيست من المعسكر الصهيوني وطبعا اكيد العرب وميرت واتهم العرب والاعضاء الكنيسة العرب انهم خلهم انتم مخربون كمان. ورئيس الجلسه من حزب البيت اليهودي طرد ثلاث اعضاء كنيسة اللي ما بدهن اياه، ولكن عضو الكنيسة شمويلي من المعسكر الصهيوني توجه له حكي مباشر، انت داعش مع القلنسوة مع الكيبا. طبعا يعني عضو الكنيسة عيساو فريج من ميرتس ايضا اخرج، واخرج حتى بالعنف والقوة من الجلسة، لانه فعلا كان هو كثير هاجم رئيس الجلسة وايضا هذا العنصري من هذه المنظمة جيبشتان. يعني هن مش فاهمين ليش كيف بدعوا لواحد عن هالزي يعني للجلسة، لانه كانت بحث إمكانية إخراجه خارج القانون، خارج إخراج لهفا، حركة منظمة لهفا العنصرية اللي بتحارب العرب يعني. بالمناسبة أن يعني بتظهروا كثير في المحلات اللي ممكن يكون فيها عرب بيختلطوا مع اليهود. هذا أهم ما جاء اليوم في صحيح. يسعد صباحك، شكرا لك. ومشاهدينا فاصل قصير ونواصل محطاتنا. القدس دائما كانت ولا زالت البوصلة، قدم على أرض محررة وعين على تحرير القدس. نعم نتقابل مرة أخرى في جنين المحررة. وغدا بعونه تعالى في طول كرم وقلقيليا ونابلس ورام الله وبيت لحم والخليل. نعم، وبعد ذلك نصلي سويا في اولى القبلتين. صلى الله عليه وسلم ومهد المسيح عليه السلام في القدس الشريف، في القدس الشريف. القدس على طول المرحلة في الحرب وفي السلم. ما نعمله الآن هو الوفاء، الوفاء كل الوفاء بالعهد والقسم الذي أعطيناه لشعوبنا، لأمتنا العربية، لأمتنا الإسلامية. أعطيناه لشهدائنا الأبرار، لمعتقلينا الشجعان. أعطيناه فلسطين، فلسطين دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشريف. القدس حاضرة أيضا وسط الحصار أمام هذه العنصرية وهذا الإرهاب وهذا العدوان بكل أنواع الأسلحة الأمريكية. وهذا الشعب بقول لهم معا وسويا
حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق أسوار القدس ومآذن القدس وكنائس القدس. القدس في الحياة وفي الممات. احنا كلنا مشاريع شهادة، واحنا لا بنخاف ولا بنتردد ولا بنتراجع ولا بنتخفر. يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، متواصلين معكم في فلسطين هذا الصباح مباشرة إلى غزة، والحديث عن أكيد الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات. وأسماء الوادية تنضم إلينا. صباح الخير يا أسماء. صباح الخير. صباح الخيرات منى ومي، يسعد صباحكم، يسعد صباح كل السادة المشاهدين وين ما كانوا بيتابعونا عبر شاشة تلفزيون فلسطين بفلسطين هذا الصباح. مشاهدينا، عندما نتحدث عن الرئيس الراحل القائد ياسر عرفات فإننا بلا شك نتحدث عن رمز العز والفخار، نتحدث عن الشجاعة والإقدام، نتحدث عن التحدي والصبر والإصرار على المقاومة وإكمال الطريق، نتحدث أيضا عن رمز الثورة والنضال، نتحدث عن القائد الذي يعني كانت له مقولات لا زالت راسخة لحتى الآن في أجيال أو بين أجيال الشعب الفلسطيني، صاحب مقولة يا جبل ما يهزك ريح، وأيضا صاحب مقولة شعب الجبارين. مشاهدينا، عن ذكرى رحيل هذا القائد العظيم، قائد الشعب الفلسطيني الذي لروحه بالتأكيد ألف سلام، يسعدني أن أرحب بضيفي في الأستوديو لهذا اليوم للحديث عن هذه الذكرى والحديث عن حياة هذا الراحل أكثر. بضيفي معي في الأستوديو الأخ أبو جودة النحال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك وبجميع المشاهدين الكرام. يعني بداية أخ أبو جودة، رح نتحدث عن حياة هذا القائد العظيم ياسر عرفات، ولكن دعنا نحن والسادة المشاهدين، واسمحوا لنا أيضا مشاهدينا أن ننتقل وإياكم لمتابعة ومشاهدة هذا التقرير من إعداد الزميلة خولة الخالدي. رح نرجع أكيد مشاهدينا يبقوا معنا. يسعد صباحكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتم بتتابعونا في برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم هي الذكرى 11 لاستشهاد الرمز والقائد الراحل ياسر عرفات أبو عمار. مجموعة من آراء الشارع الفلسطيني الغزي والذي يكمن في قلبه حب وشغف كبير للراحل عرفات، هذه بعض استطلاعات الرأي حول ذكرى رحيله وأبرز ما يعرفونه وما يقدرونه للراحل ياسر عرفات. ابقوا معنا. الله يرحمه، هو الوالد والقائد أبو عمار، رمز الثورة ورمزنا ورمز الشعب الفلسطيني، واتمنى أن نحيي ذكرى أبو عمار. مرحبا. مرحبا. تعرف حضرتك. حسام صباح. حسام، اليوم شو بتحكي بمناسبة الذكرى 11 لاستشهاد ياسر عرفات؟ ياسر عرفات مفجر الثورة الفلسطينية وأبو الشعب الفلسطيني ككل، وابو عمار يعني كل الشعب، والشعب ما بموت ابو عمار، يعني ما في حد بيقدر ينساه من الشعب الفلسطيني لانه رمز لقضيتنا ولثورتنا. شكرا لك اكيد، ومستمرين معكم مشاهدينا الكرام في هذه المقابلات. صباح الخير. صباح النور. في البدايه نتعرف على حضرتك. رفيق الحملاوي. استاذ رفيق، نتحدث اليوم عن الذكرى 11 لاستشهاد الرمز والقائد ياسر عرفات، شو بتقول بهذا اليوم؟ الله يرحمه، الشعب الفلسطيني خسره. شكرا لك اكيد، وطبعا يعني لربما كلمات قليله يعبر بها الشعب الفلسطيني في هذا اليوم، ولكن هي في معناها كبير جدا، هو يفتقد هذا الرمز وهذا القائد الكبير. صباح الخير. صباح النور. اليوم انتم موشحات بالكوفيه الفلسطينيه والزي العسكري الفلسطيني والذي كان دائما يعني هو كان رمز للقضيه الفلسطينيه، تحملون صوره الراحل ياسر عرفات، ماذا تقولون في هذا اليوم؟ نقول انه ياسر كل الشعب وشعب ما يموت، جئنا نقول اليوم لا نحتاج تصريح من احد، عرفات لم يكن فتحويا فقط بل كان رمزا للقضيه الفلسطينيه، رمزا للوحده الفلسطينيه، عرفات من بنى الدوله، عرفات من قال هناك في الامم المتحده لامريكا لا، إن عرفات يستحق منا وقفة جادة لنقول له يا ياسر عرفات نحن على ثورة سائرون، لا شيء يحنينا، لا شيء يجعل هذا الجبين
الجبين وتحت التراب. هذا الجبين وهذه الكوفية يا سيدي خلقت لتكون في عنان السماء. شكرا لك. أكيد الله أكبر. يعني هذه المشاهد الرائعة لفتيات فلسطينيات. يعني صباح الخير. صباح النور. شو بتقولي اليوم في ذكرى استشهاد ياسر عرفات؟ احنا على العهد ماشيين، على دربك ماشيين، وكل الشعب التحية له. شكرا لك. أكيد يعني هذه المشاعر الرائعة لمن فتيات فلسطينيات يشاركنا اليوم في إحياء ذكرى الرحيل 11 للقائد والرمز ياسر عرفات. هؤلاء الفتيات والذين لربما لم يعاصروه لفترة طويلة، ولكنه ما زال باقيا صامدا قويا في قلوبهن، يعني كل الحب والامتنان لهذا لشخص هذا الرجل العظيم قابعة في قلوبهم. أيضا يحملون الرايات وموشحات بالكوفية الفلسطينية والتي هي رمز عظيم للقضية الفلسطينية. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصباحية في الذكرى 11 لرحيل الرمز والقائد ياسر عرفات. إلى اللقاء. من جديد مشاهدينا رجعنا لكم لاستكمال ما تبقى وإياكم من فقرتنا لهذا اليوم. يعني شيء رائع بالتأكيد بأنه حتى شبابنا وفتياتنا وزهراتنا طبعا في فلسطين قديش هالقد يعني متعلقين بالرئيس الراحل ياسر عرفات، وقديش بشكل لهم رمز جدا كبير، مع العلم بأنه قد يكونوا يعني لم يعاصروه بالشكل الكبير. بنرجع لحضرتك أخ أبو جودة. إذا مثل ما شاهدنا من هذا التقرير أو من خلال هاي الجولة بأنه يعني هناك فتيات وزهرات بعمر يعني الزهور قد تكون ب 19 و20 سنة، هذا الجيل لم يعاصر بالشكل الكبير الرئيس الراحل ياسر عرفات. ما الذي جعل هذا القائد العظيم يؤثر في نفوس المواطنين في فلسطين وفي العالم أجمع أيضا؟ يعني صباح الخير لكل أبناء شعبنا الفلسطيني، لقيادتنا الفلسطينية، لأبناء المخيمات في الشتات، لأبنائنا أيضا في المحافظات الشمالية والجنوبية والقدس وال48 وفي خليل الرحمن الذي تتصدى لهذا العدوان الغاشم. عندما نتحدث عن الشهيد أبو عمار كلما اقتربت هذه الذكرى، اليوم تصادف الذكرى 11 لرحيله. صحيح. ولكن نقول دائما هذا الأب والمعلم والمفجر والمؤسس والملهم، دائما عندما تأتي الذكرى يزيدنا جرعات من النضال ويعطينا دائما الأمل بالتحرر وصولا إلى القدس وصولا إلى الدولة. هذا القائد استطاع أن يحفر في ذاكرة الصغير والكبير، لأننا عندما نتحدث لا نتحدث عن قائد عادي أو رئيس عادي. أبو عمار ارتبط اسمه بمراحل الثورة الفلسطينية، بالقضية الفلسطينية منذ أن انطلقت حركة فتح وما قبل ذلك. بالتالي كيف لا، وعندما نتحدث لا أحد يختلف مع أبو عمار ولا يختلف على أبو عمار. صحيح. الطفل الصغير يرى صورة أبو عمار، الطفل الكبير والذي عايش، ولا تستغربي من هؤلاء الفتيات عندما رحل أبو عمار لا تتجاوز منهم الثمان سنوات أو السبع. صحيح. سنوات، ولكن يذكرون أبو عمار. لأننا عندما نذكر مراحل الثورة الفلسطينية وشعبنا، نكباته، أفراحه، أحزانه، أطراحه، نتذكر في كل مفاصل حياتنا الشهيد ياسر عرفات. لا نستطيع بحلقات كبيرة أن نتحدث أيضا ولا ساعات طويلة أن نتحدث عن كل مناقب يعني شمس الشهداء أبو عمار، ولكن عندما نتحدث، عندما أتى إلى قطاع غزة، إلى هنا عام 94، نتذكر بأن الشعب الفلسطيني عن بكرة أبيه خرج في قطاع غزة. صحيح. لاستقبال ياسر عرفات. صحيح. وهو لا يستطيع إلا أن يقول أبناء قطاع غزة وكأننا بحلم، لأننا الآن نرى أسطورة لا يمكن أن نتصور أو نتخيل بأنه ممكن أن يكون على أرض فلسطين. وكما يعلم الجميع بأنه كان يوم فارق في حياة شعبنا الفلسطيني، استطاع أن يجسد هذه الدولة على الأرض، بدأ بغزة وأريحة، ولكن تربطه علاقة بأبناء شعبنا الفلسطيني، لا أقول فقط بالمخيمات، لا أقول بال48، لا أقول بالقدس أو في المحافظات الشمالية، أنا أقول بداية ما جاء الأخ أبو عمار والقيادة الفلسطينية إلى قطاع غزة، كان في أول عيد يمر
على شعبنا الفلسطيني كان لساعات طويلة، وهو يعيد على الصغير والكبير. من منا لا يجمع صورة مع الشهيد ياسر عرفات؟ صحيح. ابن السابعة، ابن السادسة، ابن الثلاث سنوات، الكبير، الصغير، المرأة، الرجل، الشاب، الكل يعني كان له ذكرى مع ياسر عرفات. يعني بخصوص هذا الموضوع، عفوا على المقاطعة أخ أبو جودة، يمكن بكل بيت فلسطيني بتفوت أو أغلب البيوت إلا ما تلاقي في صورة مبروزة مع حد من هذا المنزل بجانب الرئيس الراحل ياسر عرفات. هذا حقيقي، هذا شعبنا، هذا وفاء هذا الشعب لهذا القائد. أبو عمار زاهدا كان بالحياة ورحل أيضا زاهدا، ولكن كيف لا وهو المفجر وهو المؤسس وهو الملهم وهو القائد وهو الرمز وهو الوالد وهو المعلم وهو المفكر الاستراتيجي. أبو عمار بالنسبة للشعب الفلسطيني هو الشعب الفلسطيني وأب الشعب الفلسطيني. بالتالي عندما نتحدث عن أبو عمار نتحدث عن كل شيء في حياة هذا شعبنا الفلسطيني. صحيح. استطاع أبو عمار أن يصل بأن يجمع، يكون هناك وحدة فلسطينية حقيقية. دائما عندما يراهن على أبناء شعبه الفلسطيني وعلى وحدتنا الفلسطينية، كان يعتبر بأن الدم الفلسطيني دم يعني خط أحمر، وكان يعتبر بأن البندقية الغير مسيسة هي قطع الطريق، وكان يعتبر بأن أبناء شعبنا الفلسطيني كل أينما كان هم يعني مسؤولية منظمة التحرير. بالتالي يشعر بأنه كان هنا ولكن دائما هم المخيمات، هم اللاجئين، هم القدس، هم الأسرى. صحيح. كيف لا وهو من أنشأ أول وزارة أسرى في تاريخ الشعب الفلسطيني. هو من قال خيرة أبناء شعبي في سجون الاحتلال. كيف لا وهو يعني كان دائما لا يبعد عن أي عائلة شهيد، بل عندما يكون هناك شهيد كان يعني الأول الذي يعزي بهذا الشهيد وينعي هذا الشهيد. صحيح. الجرحى في المستشفيات، تقبيل جباه الجرحى، تقبيل أيدي الجرحى. هذا يعني زعيم لن يتكرر بكاريزمته، بشخصيته، بقوته، هو نبع من العطاء. هو يعني يمتلك شخصية وكاريزما لا يمتلكها الكثير من القادة. هو يستطيع أن يقرب من الصغير والكبير، وهو يستطيع، وكان عنده الكثير، ليس فقط الحاسة السادسة، وكان هناك الكثير من الإلهام. كيف لا وهو جاء وبدأ وفجر، وكان أسمى أماني أن يستشهد. صحيح. وكان له ما حصل. عندما نتحدث عن ياسر عرفات وحصار ياسر عرفات، بعد حصار ياسر عرفات أول شيء استطاع أن يوحد الكل الفلسطيني، استطاع أن ينشئ المطار، استطاع أن يبني الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية والمؤسسات ومؤسسات الدولة، وأصبحت الدولة حقيقة على أرض الواقع. بعد ذلك كان هذا الاحتلال يعرف بأنه أبو عمار ذاهب باتجاه الدولة، ذاهب باتجاه الاستقلال، فأراد أن يوقف أبو عمار وحاصر أبو عمار. واستمر هذا الاحتلال بحصار أبو عمار، وكان التهديد إذا خرج أبو عمار لن يعد أبو عمار. كان باستطاعته أن يذهب وأن يخرج وأن يعيش بسلام، ولكن كيف لا وهو أسمى أماني أن يستشهد على هذه الأرض. صحيح. كانت دائما التهديدات الإسرائيلية تلاحقه، استطاعوا أن يدمروا، انقضوا على المقاطعة ودمروا، وبقي فقط هذا المكتب الذي يؤوي الشهيد أبو عمار وبعض مرافقينه. تمام. استشهد أحد مرافقينه، تساوى بسبع من مرافقينه، ولكن دائما الكل يقول أبو عمار تستطيع أن تخرج، تستطيع. صحيح. ولكن دائما هو مصر، لأنه أراد أن يعلمنا درس بأن هذه الأرض إما أن نموت عليها على تراها، وإما لا يمكن أن يكون هناك رحيل من هذه. صحيح. الأرض. إذن وما حققوا أبو إذن أخ أبو جودة، يعني قائد فلسطيني وكان محاصر أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، كان إنسان متواضع جدا، كان زاهد في هذه الدنيا، كانت أسمى أماني مثل ما تحدثت حضرتك بأنه الشهادة على أرض هذا الوطن، لأنه يعني كان أمامه هدف معين، إما أن يحرر أو تحرر هذه الأرض أو يموت شهيدا عليها. من مظاهر يعني تواضع هذا القائد، لما كان بيروح بيزور الجرحى كان يقبل هؤلاء الجرحى، كان يقبل أيادي الأطفال، جباه هؤلاء الجرحى والأطفال أيضا، يعني إقبال أيضا السيدات كبار السن على هذا القائد وبمحبة وبمودة كبيرة، وكأنهم يتحدثوا إلى أخ كبير.
لهون؟ يعني لم يكن هناك فجوة ما بين الشعب وياسر عرفات. صحيح. لم يكن هناك يعني رمزيته كقائد كان هناك يعني مسافة كبيرة، بل كان في كل الميادين. أنا أتذكر عندما كان يمر ياسر عرفات ذاهب على أي اجتماع، كان إذا قابل في طريق أي بيت عزاء كان يقول للسائق أوقف، يعزي. وكأنه أي بني آدم أو أي شخص فلسطيني، لأنه إحساسه بأنه هؤلاء أبناء شعبه. هذه تربطه علاقة دم، علاقة إخوة، علاقة ثورة، علاقة نضال، يعتبر بأنه هؤلاء هم أبناؤه وليس هو الرئيس والقائد وهؤلاء الشعب، يعني يجب أن يدفعوا الثمن، بل القيادة كانت تدفع الثمن قبل الشعب. وعندما يقاتل كان يكون في الصفوف الأولى، لم يذهب ويقول قاتلوا، لا، يجب أن يكون هو في الصفوف الأولى. عندما كان هناك جرحى كان لا يمكن أن يتأخر، كانوا عندما يكون هناك أحداث الكل يعلم بأنه نحن ننتظر أبو عمار، أكيد الأخ ياسر عرفات سيأتي ليزورنا ويطمئن علينا. وفعلا إذا كان يوم يومين ثلاثة أربعة كان على مدار الساعة متابع مع الأطباء، إذا كان هناك حالات حرجة مع وزير الصحة، يعني لكل تفاصيل الحياة بالصغيرة والكبيرة. بالتالي كان يشعر المواطن الفلسطيني بأنه يعني لا يوجد فجوة، هذا صحيح. أب، هذا قائد، هذا معلم، هذا ملهم، هذا يشعر بنا. بالتالي كان يتعاطى مع كل الصغيرة والكبيرة، وكان على أدق التفاصيل للمواطن الفلسطيني. تمام. كيف لا، وهذا شعب يعتبر ياسر عرفات بأنه هؤلاء فعلا أبناؤه. لحمة هو الشعب، دم هو الشعب، نضال هو الشعب. عندما يقول أنت ابن فلان، إذا قريبك الشهيد فلان الفلاني، هذا ابن القائد فلان الفلاني، عمك كذا كذا، بكل العائلات الفلسطينية بالتأكيد في أدق التفاصيل. وعندما يأتي يعني الكثير من إخوة ياسر عرفات ورفقاء بالنضال كان يعلم أدق التفاصيل، إذا كان له ابن مريض، إذا كان له ابن مصاب، إذا كان له ابن مسافر، إذا كان له قريب في قطاع غزة أو في الضفة أو في 48 أو في القدس، كان يسأل عن كل صغيرة وكبيرة. بالتالي ياسر عرفات لم يكن رجل يعني ينام ويرتاح، ياسر عرفات كان همه الكبير. يعني كثير من رافقوا ياسر عرفات يقولوا ما كنا نتصور بيوم من الأيام أن يستطيع أن ينام أو تغفل عيناه لمدة ساعتين. ياسر عرفات قائد رمز لا يستطيع نقول بأنه في زمن عز به الرجال. ما أحوجنا إلى ياسر عرفات، ما أحوجنا في هذا الزمن إلى ياسر عرفات. صمام الوحدة الوطنية وصمام الأمان لشعبنا الفلسطيني هو الذي استطاع أن ينقل شعبنا الفلسطيني من مراحل الشتات في أصقاع الأرض والمخيمات ومراكز التموين حتى وصلوا إلى قضية يعني كوفية ياسر عرفات. الكل كان يعرفنا في كوفية ياسر عرفات. تقولي فلسطيني، يقول أين أنت، تشيري إلى هذه الكوفية، يعرف بأنه أبو عمار وياسر عرفات. بالتالي رمز لا يستطيع أحد أن ينكر أو يتنكر، هذا حفر في ذاكرة الكل الوطني الفلسطيني من الطفل والأجيال القادمة. كلما تأتي الذكرى كلما نكون مصممين ومصرين أكثر على تحقيق حلمه، يعني كما كان يعني يحلم بأن يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين فوق مآذن القدس وكما اسمه. صحيح. يعني بصراحة الحديث عن هذا البطل العظيم الراحل ياسر عرفات يعني لا يكفي من الوقت ساعات عديدة، ولكن للأسف هذا الوقت المتاح لنا بفقرة اليوم. نتشكرك جدا على تواجدك معنا لهذا اليوم الأخ أبو جودة النحال، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. يسعد صباحك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا أصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة من استديوهات قطاع غزة، انتقالا وإياكم لاستديوهاتنا في رام الله وزميلتي منى ومي. يسعد صباحكم. شكرا لك زميلتنا أسماء البادية، وشكرا موصول لضيفك. وإحنا بطبيعة الحال متابعين الحديث عن ذكرى 11 لاستشهاد الرمز الكبير ياسر عرفات، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. We'll be right back.
يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد. ينضم إلينا في الاستوديو اللواء سلطان أبو العنين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وأكيد الحديث عن الذكرى 11 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك سيادة اللواء معنا. يعني بعد 11 عاما كيف نستذكر الرئيس الراحل أبو عمار في هذا اليوم؟ يعني لا أعتقد أنه يعني بوقت أو بيوم أو بأسابيع نستطيع أن نتحدث عن ياسر عرفات. ظاهرة لم ولن تتكرر في التاريخ الفلسطيني القديم والحديث والتاريخ المعاصر. قد يكون هبة من الله في ظرف عصيب، في ظرف صعب ومرير، في ظرف نعيش حالة التيه والغربة. خلق ياسر عرفات من هذا اللجوء، من هذه النكبة، من هذا التياه، من كل هذه، من هذا خلق ثورة. قال البعض عنه في بدايته إما أن يكون جاسوس أو عميل، إما أن يكون مجنون. فياسر عرفات لم يكن هذا ولم يكن ذاك، كان لديه البصر والبصيرة التي أنعم الله بها على ياسر عرفات. ياسر عرفات ظاهرة لم يقبل لنفسه في تاريخه، في تاريخ المسيرة كلها، أن يركض وقضيته وراء الحدث. كان ماهرا في صناعة الحدث والكل يركض وراء حدث ياسر عرفات. صحيح. استطاع أن يزاوج ياسر عرفات ما بين غصن زيتون يعني السلام، وبنفس الوقت كان خيار البندقية خيارا استراتيجيا ولا يمكن أن يكون في لحظة من اللحظات خارج خارطة السياسية أو خارجة العمل الفلسطيني عند ياسر عرفات. قد يكون الجغرافيا التي تنقل بها ياسر عرفات من مكان، من بلد إلى آخر، وطعنوه الكثير الكثير، ومع هذا وذاك كان دائما يصر على أنهم أهلي. لم يعرف الحقد للأسف، أنه تميز بأنه لم يحقد على أحد، ورفض على مدار سنوات كثيرة عشناها معه أن يوجه السلاح الفلسطيني إلى صدر أي فلسطيني. كان يعتبر ذلك من المحرمات الفلسطينية. نحو يخطئ، نصوب خطأه بالكلمة وليس بالبندقية أو الرصاص. الكثير تأمر على ياسر عرفات، أرادوا أنه يعني أتحدث هنا عربيا حتى لا يفهم من كلامي مغزى آخر. كانت مشكلة ياسر عرفات القرار الفلسطيني المستقل. كان يعرف ما يعني، ما قيمة أن يبقى قرارنا فلسطينيا بامتياز، بحيث أن تصبح القضية الفلسطينية لها وكلاء آخرين، ونصبح ونتحول إلى بنادق للأجرة أو للإيجار عند هذا أو ذاك. لذلك ياسر عرفات دفع ثمن، ودفعنا معه ثمن العديد من قادتنا ومن شهدائنا لهذه الجوهرة التي كان ياسر عرفات يعرف قيمة وأهمية فلسطينيتنا بأكثر من مكان. تعرضنا لمحارك، لحروب، لاغتيالات، وكنا نخرج منها أقوى صلابة، شد صلابة. وهنا سيادة اللواء اسمح لنا، يعني ياسر عرفات والقضية الفلسطينية مرت في العديد من المحطات والعديد من الدول، لكن يعني محطة لبنان ومحطة بيروت كان لها ثقل كبير، ويعني كان هناك بصمة للوجود الفلسطيني هناك رغم كل المآسي والمجازر اللي حدثت. دعنا نتوقف عند هذه المحطة والأيام التي عايشتها أنت وياسر عرفات ومنظمة التحرير. يعني قد يكون ياسر عرفات اعتبر اللبنانيين والفلسطينيين في لبنان هم جوهرة من الجوهر التي قدمت وأعطت لفلسطين. قد تكون هناك محطات كثيرة
كان يشعر فيها اللبنانيين وكما الفلسطينيين. أنا ليس قائدا متميزا، بل هو أبا، هو كل هذه الصفات الاجتماعية الإنسانية الأخلاقية تتجسد في شخص ياسر عرفات. لم تكن تحصل مواجهة عمليات عدوانية من العدو الإسرائيلي في موقع ما إلا وكنا يعني بعد أقل من الساعة يكون ياسر عرفات في قلب الحرس. كان يقصد من رأى ذلك إعطاء قوة الدفع المعنوي، توزيع الابتسامة على المقاتلين الذين قاتلوا بكل معنى كلمة، توأمان لا ينفصل، توأم روح ياسر عرفات في هذا المكان هو كان الشهيد خليل الوزير. أحيانا لا يأتوا مع بعضهم، ولكنهم قد يكونوا تواعدوا على المكان، أو قد يكونوا أحدهم يسبق الآخر بدقائق، لأن كان يعني وجوده في أي مكان كان كان يعني له الكثير بالرؤية والاستراتيجية وقوة الدفع لهؤلاء المقاتلين. قد لا يكون الوقت أو لم يأتي الزمان الذي يكشف الكثير منا عن حكاية وعن محطات في خارطة الصراع مع العدو الإسرائيلي، خاصة فيما يتعلق بالعمليات النوعية وما إلى ذلك، في محطات قتالية مشرفة. كان ياسر عرفات حاضرا حتى وإن كان غائبا كان في قلب الحدث، في كثير محطات جانبية في معارك جانبية فرضت علينا. ياسر عرفات لم يكن كان يعرف التفاصيل، وإن كان في جغرافيا مسافة بعيدة كان ياسر عرفات يعيش الحدث لحظة بلحظة، وقد يسبقنا أحيانا. يعني إحدى المرات أنا في مكان ما في مخيمات لبنان، ياسر عرفات كان يعني حذرني من أمر لم أكن أعرفه بهجوم على مخيم، وما هذا وذاك تيقن أن ياسر عرفات بيعرف شيء وإحنا على مسافات كنت أقرب منه إلى الحدث. يعني أقرب كان ياسر عرفات يعني يعني يندهش عندما تكون تقع طبول الحرب والمواجهة عمليات نوعية. نستطيع أن نفخر في حركة فتح أنه ياسر عرفات وخليل الوزير كانا مهندسين بارعين في عمليات نوعية أوجعت هذا الجيش الذي لا يقر. ياسر عرفات محطة يعني لا يستطيع أحد منا بارتجال أن يرتجل بذاكرته عن شخص مثل ياسر عرفات. ياسر عرفات الشيء ونقيضه، هو الشيء ونقيضه. ياسر عرفات يعني يدفع أحدا ما لموقف ما ويقرأ ردود الأفعال وعند بعدها يأخذ الموقف والقرار. ياسر عرفات شخصية غريبة في حياتنا الفلسطينية. أن يصبح محمود درويش يقول أنه سألت في فرنسا محمود درويش مش إنسان عادي وهو عايش في فرنسا، سألوه أحد الأدباء يعني بعض الأدباء في جلسة سمر وفي جلسة يعني مصارحة، أنت من وين؟ قال من فلسطين. وبيروي محمود درويش قال وين فلسطين؟ لما ما عرفوش فلسطين، هني مثقفين مش عامة الناس. قال وين فلسطين؟ قال فلسطين الكوفية. عرفات ياسر عرفات يعني ياسر عرفات كوفيته صارت عنوان لوطن اسمه فلسطين. طيب. دلالة لوطن، هذا ياسر عرفات. أبرز المواقف اللي جمعتك في الرئيس الراحل ياسر عرفات، أبرز المواقف اللي جمعتك شخصيا بالرئيس الراحل ياسر عرفات واللي ما زالت يعني هيك في ذاكرتك. قد تكون مع حركة الانشقاق عام 83 قد تكون، وقد يكون الفصل المختلف والمتميز بما جمعني بياسر عرفات أنني لم أكن وجه لوجه مع ياسر عرفات في الجغرافيا. كان في تونس وأنا كنت في لبنان. يعني بتحركي مواجع شفت فيها أن ياسر عرفات الأب والقائد،
لعلمك كانوا بيحتلوا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مكانة القلب ياسر عرفات، وفي أكثر من مكان وفي أكثر من محطة كنت أشعر أنه مميزين عن ياسر عرفات. وكنت أنا أفسرها بيني وبين نفسي أنه في أسباب عديدة لذلك. هؤلاء اللي قاتل معهم ياسر عرفات بالمخيمات وتهجروا مع ياسر عرفات وجاعوا مع ياسر عرفات وقدموا أولادهم شهداء مع ياسر عرفات، وأولادهم ذهبوا إلى فلسطين وما رجعوش شهداء، بقيوا أرقام، بس عنا مش أرقام، عنا أسماء وتواريخ وعناوين. كانوا شركاء، كان حس شركاء. الأمر الثاني الوفاء عند ياسر عرفات لا يمكن أن يتوفر عند إنسان آخر بميزة ياسر عرفات. تقريبا يعني فيك تقولي سألتيني إنه شو المواقف اللي جمعتك مع ياسر عرفات من عام 84 ليوم استشهاد وأنا في بيروت. ما غادرتش بيروت ولا يوم حتى أقابل ياسر عرفات. في لحظات في أوقات معينة لما يكون في عنا يعني معارك بالمخيمات كل ما أكاديمية، كان ياسر عرفات ما كانش في هواتف، كان ينتقل من مكان إلى آخر حتى يتحدث معنا على جهاز الركال. كان بقلب الحدث معنا، كأنه قلب الحدث معنا. بديش أتحدث عن شغل عن قضايا خاصة كي لا يفهم. ياسر عرفات أنا في أسرتي ياسر عرفات. يمكن لما استشهد ياسر عرفات كان في حالي ممكن ما قدرتش أسيطر عليها، حتى لو طلعوا مرافقيني قدروا يهدوا الأولاد ومثل ذلك. لما صدر في حكم إعدام بالسبعة وتسعين كان قرار سياسي طبعا. بنفس اليوم تحدث معي وقال لي احترامي سيادة العميد، كنت وقتها عميد وتعقيد رقاك في فقال لي احترامي، تصوري انه ياسر عرفات بيقول لضابط مين ما كان يكون بقول له احترامي يا سيادة العميد. خجلت، ارجو ان تتقبل ان يتشرف المجلس الثوري في عضويتك فيه، هم عايزين ذراعي فيك وكفى. غضبوا. لا انسى ياسر عرفات، كنت مش عارف شو في العالم الخارجي المخيمات حرق وطب ما كنت ما بعرف. فتخرج ابني الكبير قلت له بابا ما بعرف شيء، انا برا مش عارف شو العالم الخارجي، فيش تلفونات فيش شيء غير الجهاز الركال، بحكيش مع ابو عمار بس لحاله على جهاز الركال، فيش تلفونات، ما كانت بعد لسه موجوده تلفونات الجوال والنابو والخيون. بعثته على تونس. تصوري انه حتى الان هذه اللمسه ما بتفارق ذاكره اولادي. فمسكوا ابو عمار وطال عبد الله، عبد الله سفيرنا كان باليونان، انا عايزه طبيب بعد 6 سنين سلمني اياه هنا. وبعدها طلع ما قدرتش اتعلم انا باليونان، تعلم بباكستان. هاي بصمات مش فيي انا وحدي. كان اللي بيعرف في واحد مريض وقصرنا او ما وصلناش، وصل جانبيا لابو عمار، ما كانش يكون هادي، يصير بركان. بركان. لما كان في يعني مساس برواتب الموظفين، حصلنا اكثر مره. صحيح. كان ابو عمار يخص الفلسطينيين، بتعرف في اخر ما قال ياسر عرفات قبل أن يفارقنا استدعى كان سلام طيار في فرنسا، ما قالوش إخواني رواتب الموظفين أو العاملين بالسلطة، قال أنا يا سلام بديش أذكرك بأحبائي وأهلي وأبنائي في لبنان.
بالفعل في اليوم الثاني كان صار شيء فتره ما زلناش بناخذ رواتب الناس، وضع المقيمات لبنان صعب كثير صعبه. فابو عمار لما تذكر اخر كلمات قال له بديش اذكرك باحبائي وابنائي في لبنان. يعني توقف الحديث عند هذه النقطة الجميلة يعني في حياة ياسر عرفات. حاولنا أنه يعني نناقش معك أو نسترجع الذكريات اللي تركت بصمة في حياتك الشخصية وفي حياة القضية الفلسطينية بشكل عام وفي حياة كل فرد من أفراد فلسطين. أكيد له ذكرى، أكيد يعني ياسر عرفات ترك بصمة عند كل شخص فينا. شكرا لك اللواء سلطان أبو العنين، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ويسعد صباحك. يعني بدنا ساعات وربما وقت طويل حتى نتحدث عن ياسر عرفات، ولكن يعني هذه اللمحة كانت ضرورية في هذا اليوم وفي هذه المناسبة. نتوقف مع فاصل المشاهدين. الوحدة الوطنية، دستور الثورة الفلسطينية، وصمام أمان الشعب الفلسطيني الحر، المظلة الحامية للمشروع الوطني. الوحدة الوطنية شعارا وشعورا، دروسا وعبر من القائد ياسر عرفات. إخواني ورفاق دربي الأمناء العامون لمنظماتنا الفلسطينية، نفتتح دورة مجلسنا الوطني، دورة الوحدة الوطنية. عهد الثورة، الاستمرار في النضال على قلب رجل واحد. عهدا الثوار إلى الثوار، وعهد الأحرار إلى الأحرار، أن نستمر في المسيرة، أن نستمر في الضرب، ضرب النضال، ضرب الجهاد، على قلب رجل واحد، على قلب رجل واحد، من خلال هذه الوحدة، الوحدة الوطنية الفلسطينية، الوحدة الوطنية الفلسطينية. الوحدة الوطنية طريق الخلاص، الطريق الوحيد إلى فلسطين الأبية. أن الوحدة الوطنية الفلسطينية طريقكم وسبيلكم إلى الخلاص، وهي الطريق إلى فلسطين، حتى يرتفع علمنا، علم الثورة الفلسطينية، علم الأمة العربية، فوق أسوار القدس، وفوق مآذن القدس، وفوق كنائس القدس. معا وسويا، جنبا إلى جنب، حتى القدس. وأقول من مجلسنا هذا باسم إخواني الأمناء العامين للثورة الفلسطينية، الذين ناضلوا نضالا كبيرا وشاقا من أجل أن يلتئموا مجلسنا الوطني الفلسطيني هذا، أقول لهم، أقول باسمهم لهذا الشعب المناضل في أرضنا المحتلة، لهذا الشعب المكافح الصامد في المخيمات الفلسطينية، أقول لهم نحن معا وسويا وجنبا إلى جنب، معا وسويا وجنبا إلى جنب، حتى القدس، حتى فلسطين. أقول لهم إنا موعدنا الصبح، أوليس الصبح بقريب، يروها بعيدا ونراها قريبا، وإنا لصادقون. لم يغب دستور الوحدة الوطنية يوما عن حياة القائد، حاضرة وقت الانتصار، قوية عند المحن والشدائد، شعب واحد، هدف واحد، الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، دولة فلسطين حرة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
يسعد صباحكم مشاهدينا. إذن في الذكرى 11 لاستشهاد القائد ياسر عرفات، يعني الأوضاع الميدانية على الأرض ما زالت كما هي، يعني الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ما زال يعني أشكاله المختلفة، بالاعتقالات المتواصلة، بالحملات الإعدامات الميدانية اللي عمالنا نشهدها يوميا منذ أكثر من شهر، واللي أسفرت عن عدد من الشهداء، عدد من الجرحى، وعدد أيضا من الاعتقالات. كل هذه الاعتقالات وأغلب هذه الإصابات والشهداء هم يعني من فئة الأطفال أو من فئة الشباب، تحديدا الأطفال يعني كان لهم يعني نصيب الأسد في هذه الإعدامات الميدانية، في هذه الاعتقالات وبكل الإجراءات اللا إنسانية واللا قانونية. طبعا قضية أحمد مناصرة مي اللي تفاعلت كثيرا منذ إصابته، ويعني كنا شاهدنا لقطات للفيديو أثناء ضربه من قبل المستوطنين والتنكيل به والتعذيب أمام كل عدسات الكاميرات، ويعني فوجئنا أو صدمنا بفيديو آخر له قبل أيام من غرف التحقيق، وكان قد تعرض يعني لصراخ وللتنكيل وللتعذيب اللي ممكن أن يفوق قدرة تحمل مش فقط الطفل وإنما الإنسان البالغ. نعم منى، أحمد مناصرة كان في شريط فيديو أظهر وضعه، ولكن أكيد هناك مئات وربما آلاف الأطفال اللي عانوا معاناة أحمد واللي سيعانوا معاناة أحمد وربما أكثر من ذلك، ولم تسعفهم الكاميرات بتوثيق ما يحدث لهم. على العموم الحديث في هذا الموضوع نرحب هنا بالأستاذ قدورة فارس رئيس نادي الأسير. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. يعني حتى ندخل في صلب الموضوع، إسرائيل ماذا أرادت من نشر هذا الفيديو؟ ما الرسائل اللي أرادت إيصالها للشعب الفلسطيني، للأطفال، للأهالي، حتى يعني يكون هناك تخويف ورعب لأبنائهم؟ بداية إننا نترحم على روح الشهيد القائد أبو عمار وكل الشهداء الذين قضوا من أجل الحرية والاستقلال، وهؤلاء الأشبال الذين تعهد أبو عمار أو أقسم أبو عمار على أنهم يوما ما سيرفعوا علم فلسطين في القدس على كنائسها ومساجدها. سؤالك مبني على فرضية أن إسرائيل هي من سرب هذا الشريط وأنها صاحبة مصلحة في تسريب هذا الشريط. أعتقد أن هذا الشريط وعملية يعني محاولة إعدامه بدم بارد في شريط سابق ستمثل اليوم وفي المستقبل وصمة عارفة جبين إسرائيل. بالتالي لا أعتقد أن إسرائيل صاحبة مصلحة في أن يتسرب هذا التحقيق، لأن إسرائيل لديها هذا يتناقض مع الإدعاء الذي تسوقه إسرائيل في العالم أمام مؤسسات دولية وحقوقية من أنها تحترم وتراعي الضوابط والمعايير الدولية فيما يتعلق بالتعامل مع البالغين أو مع الأطفال في التحقيق. دائما لديها إسرائيل ادعاءات أبعد بكثير عن واقع الحال، وما رأيناه هو محطة في التحقيق. يعني بالنسبة للأسرى اسألي أي أسير، أسهل محطة في التحقيق هي عند الشرطة. وأحمد كان عند الشرطة ورأينا ما رأينا، كيف تجبى الاعترافات يعني بين هلالين، أو كيف تملى الاعترافات لتشريع الحكم الذي سيصدر فيما بعد. وكذلك في حالة أحمد، يعني يريد اعتراف من أحمد بأنه حاول أن يطعن لتكون تبرير للجريمة التي سبقت، يعني محاولة قتله بدم بارد. بالتالي يعني هذه جريمة أخرى تعكس جزءا يسيرا مما يتعرض له القاصرين والبالغين في أقوية التحقيق الإسرائيلي. اسمح لنا سيد قدورة أن نتابع نحن وياك والسادة المشاهدين هذه المقاطع من الفيديو التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الإعلام لأحمد وهو في يعني التحقيق. حكم بالمحامي في التليفون مظبوط؟ كذاب!
اقعد منيح. شيل تعاطف في السكينه. نزل ايديك. ايش متذكر؟ ليش تعاطف في السكينه؟ ايش متذكر الجليت انا؟ ايش متذكر؟ ليش تعاطف؟ ايش متذكر؟ انتك احمد ليش تعاطف؟ والله ايش متذكر؟ والله ايش متذكر يا شي؟ شفت بس لما شفت حالي على الكاميرا صدقت وانا مش متذكر. يلا هلا قولي كيف كيف تعاطف؟ موت والله بتفرجيني كيف تعاطف. انت عم تحكي؟ ما اعرفش كيف. انت لازم تحكي. يلا بكم من جديد مشاهدينا. يعني مشاهد لا يمكن التعليق عليها ولا يوجد كلام يعني بعد ما شاهدنا. نرحب بسيد خالد قزمار رئيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك معنا أستاذ خالد. يعني تحدثنا عن مغزى من تسريب مثل هذا الفيديو. يعني إذا بنحكي من ناحية القانونية تسريب مثل هذا الفيديو اللي إحنا بنشوف فيه طفل يعني يخضع لهذا الشكل من العنف من الاضطهاد من التخويف والترعيب والترهيب في أصلا مكان مش المفروض هو يكون فيه. يعني إحنا دائما بنقول إنه في هناك استهداف للأطفال الفلسطينيين، لكن كلمة استهداف يعني لم تعد كافية لوصف ما يجري. حتى أحمد قضيته يعني أوكي هو أحد من آلاف الفلسطينيين اللي بتعرضوا لمثل هذه التجارب، لكن حظيت بنوع من التغطية الإعلامية اللي عملتها فعلا قضية إلى حد ما مختلفة. قضية اعتقاله وتركه مدرج بدمائه ينزف ويتعرض للإهانات وأحيانا الاعتداءات من المستوطنين والجنود وحتى الإسعاف، ما يقدم له الإسعاف، هذه يعني كانت جريمة كبرى بحد ذاتها. حتى في المستشفى تعرضنا لنفس المضايقات، والآن كمان في موضوع التحقيق. أنا بعتقد يعني من ناحية قانونية أولا يعني تسريب هذا الفيديو هو جزء من حرب نفسية تخاض ليس فقط ضد أحمد، وإنما أيضا تستهدف الأمهات الفلسطينيات، الأباء، الأطفال، كل المجتمع الفلسطيني بأكمله. هذا من جهة. من جهة أخرى هي يعني تظهر وهذا الجانب اللي راح نشتغل عليه، سادية هذا الاحتلال، اختراقه للقوانين وانتهاكه للقوانين للمعايير الدولية لحقوق الطفل وحتى القانون الإسرائيلي نفسه. أحمد حرم من مقابلة محاميه قبل التحقيق معه، حرم من وجود أسرته معه. صحيح. وبالتالي هم استغلوا عدم وجود أحد لا المحامي ولا العائلة في وضعه في جو من الإرهاب. وشفنا الصراخ اللي عليه اللي يعني كبير بالغ عاقل مع تجربة طويلة، ما بعتقد أنه ممكن يصمد أمام هذا الموقف. لكن أحمد رغم أنه منهار ورغم أنه في حالة من الضغط النفسي والمرضي وكله، استطاع يعني من ناحية قانونية بالتعابير اللي استخدمها، تعابير في أدنى في أي محكم فيها أدنى معايير المحاكم العادلي، هو بيكون براءة من التهم المسندة له، لأنه هو واضح هو مش مسؤول عن أفعاله ومش مسيطر على على تصرفاته. طفل وضحية هو في النهاية. أستاذ قدور كنا نحكي تحت الهواء وإحنا بنشاهد مقاطع الفيديو إنه الضابط بيستجوب الطفل والضابط الآخر بيقوم في عمله المكتبي ببرودة أعصاب يعني مش موجودة، ولا كأنه في حدا بيصرخ ولا كأنه الطفل منهار نفسيا. هذه جزء من المنظومة الإسرائيلية اللا إنسانية. ربما هذا الفيديو كشف هذا الموضوع، وهذا أكيد شيء معمم وكل الأسرى بيعانوا منه أثناء عملية التحقيق معهم. يعني نجحت إسرائيل تماما ونهنئها على النجاح في أن تحول موظفيها وشرطتها ومحققيها إلى قطيع من الحيوانات. يعني هذا الصراخ وهذا الأداء هذا لا يمكن أن يليق بإنسان أيا كان، حتى لو كانت دولة احتلال. يعني تحرص أن لا تخسر إنسانيتها لقاء احتلالها أرض الآخر، ولكن امتداد عمر الاحتلال والتعبئة التي يتولاها قادة في إسرائيل يعزز ثقافة جديدة
تجعل من هذا السلوك بالنسبة لهم سلوكا طبيعيا، لكن لو يراه أي إنسان طبيعي في العالم يتقزز ولا يعتقد أن هذا لا يمكن أن يكون، يعني يصعب التصديق بأن هذا تربى في بيت في أسرة، يصعب التصديق أنه دخل مدرسة أو أنه أولاد تعلم، أنه إخوة أنه يعني الاحتلال يجعل الإنسان يفقد كثير من معاني إنسانيته وكثير من القيم. دولة انهارت، وهذه تعبيرات انهيار في دولة الاحتلال. ويعني إذا خسرت نفسك يعني ماذا تكسب؟ يعني في الآخر بدوره على شوية وعر يبنوا عليها مستوطن هنا ومستوطن هناك، في نهاية المطاف هذه دولة ستنهار. وهذه تعبيرات الانهيار لدى دولة الاحتلال. ربما قبل 30 عاما كانت تحرس دولة الاحتلال وكان يقودها بعض العلمانيين بعض المتنورين على أن يبقوا قريبين من بعض المبادئ والقيم الدولية، لكن الآن تحت قيادة نفتالي بنت وأيلت شاكيد وهذا القطيع من الحيوانات، يعني أعتقد أن هذه من معالم انهيار دولة الاحتلال. سيد خالد، إذا نتحدث عن تغيير حتى في القوانين الإسرائيلية اللي أصبحت تسمح لاعتقال الأطفال دون سن معينة، وهذا لم يكن مسموح، يعني حتى القانون عماله بتفصل وتفصل على أد أحمد مناصرة لتحويله إلى السجن، يعني متابعة هذا الأمر ومدى مخالفة هذا الأمر قانونيا؟ يعني هي حالة الهستيريا اللي تفضل فيها أبو أدهم تماما هي يعني ليست فقط في الشارع الإسرائيلي، هي أيضا على مستوى السياسي الإسرائيلي، وشفنا كيف قرارات يعني تصدر بطريقة فعلا هستيرية بكل ما بالكلمة من معنى، على المستوى العسكري إطلاق يد الجنود والمستوطنين بإطلاق النار في كل وقت وفي كل مكان، حتى تصرفات بالأمس مع أحد الأطفال في خلعوا ملابسه، يعني كانت طريقة يعني شيء لا يمكن تصوره ولا توقعه بعد الثورة الإعلامية والتكنولوجيا اللي بنعيشها وهذا كل العالم بشوفه. صح. أيضا على المستوى التشريعي كما تفضلت هناك تصميم أو إعادة يعني تفصيل قوانين على مقاس الاحتلال، وهذا كنا نعيشه في النظام العسكري الإسرائيلي. تتنزل عمره 12 سنة، يعني أحمد عمره 13 الآن على القانون الإسرائيلي نفسه. هنا الخطورة وهنا يعني الكارثة أنه حتى القانون المدني الإسرائيلي اللي كان يعتبر ينسجم المعايير الدولية الآن بتراجعوا فيه، حتى لأنه الضحية له مش المواطن الإسرائيلي أو اليهودي، هو الفلسطيني. وأيضا على مستوى السياسي هناك عنجهية، هناك تمادي، هناك تحدي للمجتمع الدولي في إعلان تصريحات اللي توفر الحماية والحصانة. أنا عتبي المضبوط يعني إذا بنسمي إشي اسمه المجتمع الدولي هو المجتمع الدولي. يعني حاليا إحنا يعني بديش أقول مكتوفي الأيدي، بس على الأقل يعني الواحد بلش يتفشش تفشش. يعني قبل شوي وديت دعوة لكل المؤسسات الدولية العاملة هون في البلد وبتتعامل مع الأطفال، اتفضلوا بدي أسمع صوتكم. يونسف، اليو ان دي بي، الوكاله، الصليب الاحمر، بدنا نسمع صوتكم. طيب. كل اللي بيصيروا الصمت، هذا الصمت لم يعد مقبول، ولا يعني كنا نسميه في الاول انه هذا يعني نوع من ضوء اخضر للاحتلال، ما عادش ضوء اخضر للاحتلال، اصبح يعني ننظر كفلسطينيين كشراكه في الجريمه. طيب استاذ قدوره، كيف ممكن هذا الشريط الفيديو الذي وثق الانتهاك انسانيه هذا الطفل والتعدي عليه ان يدين الاحتلال في المحافل الدوليه لدى المجتمع الدولي؟ ربما لازم يترجموا في البدايه وننشره على شكل واسع. كنادي اسير، كيف بتنظروا للفلسطينيين وكيفيه استغلال هذا الفيديو بطريقه او باخرى لادانه الاحتلال؟ يعني احنا صراعنا جانب من الصراع مع الاحتلال هو صراع في تقديم عرض الروايه. بالضبط. اسرائيل تفوقت لسنوات طويله وبالتالي حققت شيء من النصر الاخلاقي علينا في سنوات معينه، لكن انا تقديري الان انه بدات المعركه الاخلاقيه مع الاحتلال تحسم لصالح القضيه الفلسطينيه. انا ادعو الاخوه في وزاره الخارجيه وفي وزاره الاعلام لاعداد شريط يوثق لجرائم صارخه، يترجم، يوزع على سفاراتنا، سفاراتنا تتولى إيصال هذا الشريط لكل نائب برلماني منتخب، لكل رئيس نقابة، لكل رئيس حزب، وعمل نشاطات للجاليات العربية والفلسطينية مع أصدقاء للشعب الفلسطيني في إطار حملة للتحريض على دولة الاحتلال. هذه جبهة، لكن يعني أيضا يفترض أن نرشد مستوى تقديراتنا وتوقعاتنا من المجتمع الدولي. احنا مسؤولين انه نفخنا المجتمع الدولي، وكأنه المجتمع الدولي كنا نتهم انفسنا انه احنا بدناش نعرض قضيتنا بشكل صحيح ولازم نجيب وثائق ولازم القصة هي ادائنا على الارض. هنا صح. يفترض ان ينسجم ادائنا على الارض مع مستوى الجريمة
وأن لا نوظف المؤسسات الدولية لتصدير وهم للشعب الفلسطيني كأن هناك من سيتولى عنا مهمة تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية. المجتمع الدولي هو عامل مساعد وعامل مهم، ولكن الأساس هو هنا داخل فلسطين وأدائنا الكفاح والنضال في مواجهة مشروع الاحتلال. سيد قزمار الرئيس يعني طلب تحويل تحديدا قضية طفل مناصرة وهذا الشريط إلى محكمة الجنايات الدولية. لما نحكي عن يعني المرحلة القانونية شو بيتطلب؟ هل بيتطلب تحرك فلسطيني داخلي نرفع؟ احنا بنعرف انه عند اللجوء لأي محاكم لازم نرفع في الأول هون يعني قضايا، فشو الإجراء القانوني اللي من المفترض يتبع وستعملون عليه أكيد بالتعاون مع كل المؤسسات بداية المنزل. بالنسبة لعودة للفيديو اليوم المفروض يكون بالنسبة إحنا راح نجهز ترجمة فورية للغة الإنجليزية سبتايتل اللي نوزعه على مستوى العالم، لأنه هذه رواية إسرائيلية وتفضلوا اسمعوها من الطرف الإسرائيلي. بالنسبة لموضوع المحكمة الجنائية الدولية، هي عادة اختصاص هذه المحكمة يدخل في حال كانت الدولة إما أنها غير قادرة على إجراء تحقيق ومحاكمة ومسائلة للمجرمين، أو أنها غير راغبة. دولة الاحتلال غير راغبة، وهذا أصبح يعني معروف لكل العالم. وبعد انضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية ما في داعي لانتظار الاستنزاف أو إنهاء الإجراءات الداخلية، مباشرة نقدر نروح لمحكمة الجنايات الدولية. هنا في ما شاهدنا نتحدث عن جريمة تعذيب، ولو يعني كان في هناك بعض القيود احنا ما شفناه هو لحظات بسيطة من مسيرة التحقيق استمر ساعات. صحيح. لكن ما شاهدنا انه في هناك تعذيب نفسي، التعذيب هذا التهديد والترغيب والترهيب للطفل هو يصنف كتعذيب، والتعذيب جريمة دولية وتصنف كجريمة حرب، وبالتالي تدخل في صلب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. الرئاسة بحسب ما سمعت هم ماشيين في هذا الموضوع، لكن أنا بعتقد أنه قضية أحمد هي تتكرر مع آلاف المعتقلين سواء أطفال أو بالغين، وبالتالي هذا الملف ملف الأسرة والمعتقلين هو ملف يعني كرزمة يجب أن يثار أمام هذه المحكمة. وأنا بعتقد كمان يعني حسب القانون حسب نظام المحكمة من حق المدعي العام في المحكمة نفسه بدون ما يتقدم له شكوى هو نفسه يطلب تحقيق ابتدائي في هذه القضايا. اخيرا وسريعا يعني احنا سمعنا بالنهايه هو بيقول انه احكوا اللي بدكم اياه انا موافق على اساس يخلص من كل هذا التعذيب، هذا اكيد يعني اللي خضع له احمد بكون خضعوا له اطفال يعني سابقين، هل ممكن اعاده النظر في يعني القضايا اللي حكموا عليها على اعتبار انه هاي في شاهد من ناحية قانونية توقيعهم على اعترافات بالترهيب ناحية قانونية نظرية؟ نعم، ان كل الاعترافات اللي تم جبايتها بهذه الطريقه بالتحايل وبالتعذيب هي تعتبر باطله ولا يمكن ان يبنى عليها، لكن كتخصص او اختصاص المحكمه الجنائيه الدوليه هي فقط اختصاصها من يوم فلسطين انضمت لها وموافقة فلسطين على ان تكون ولايه المحكمه. نعم. يندرج فيها ما حدث في قطاع الحرب. نعم. على قطاع غزه اللي هي قبل 6 شهور من الانضمام. نشكركم جزيلا ضيفنا الاستاذ خالد قزمار رئيس الحركه العالميه للدفاع عن الاطفال، والاستاذ قدوره فارس رئيس نادي الاسير، وشكرا جزيلا لكم. نتمنى ان تتفاعل اكثر قضيه احمد وان تكون مقدمه لانتصار على الاقل فيما يتعلق بالروايه الاعلاميه والشفهيه ضد الاحتلال الاسرائيلي. يسعد صباحكم واهلا بكم. فاصل قصير مشاهدينا ونكون مع محطات اخرى. البحرية إلى هيلة إلى هيلة.
خطيرة نايمة عالمية المينا وكل البحرية وش خطيرة نايمة عالمية وشباك الخضرة المطوية صورة رح تبقى بقلب تهون رح تبقى بقلب تهون لو شربوا البحر أو هدوا السور لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور ما ببيع العكة بالدنيا كلها ما ببدل حارتي بكم مشاهدينا. إذن أطلقت مؤسسة رؤية بين مزدوجين مصطلح فزعة وهي عبارة عن آلية مساءلة اجتماعية تتيح للناس وضع مشاكلهم على شكل عرائض من أجل إطلاق طبعا حملة ضغط ومناصرة لتستهدف صناع القرار من أجل الضغط عليهم وإيصال كلمة الناس ومشاكلهم واعتراضاتهم إلى الجهات المسؤولة. للحديث أكثر في هذا الموضوع نرحب بكل من فرح عرقات وزهرة داود وهم من يعني منسقات الحملة. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم في فلسطين هذا الصباح. يعني فرح أنت منسقة الإعلام بهذه الحملة، إذا نتحدث أكثر عن هدف الحملة. هدف الحملة حتى ننشر التوعية بين الناس ليطالبوا بحقهم لحتى نحسن المشاكل الموجودة بالمجتمع الفلسطيني. هلأ عنا كثير ناس بيخافوا أنهم يطلعوا للمؤسسات المسؤولة إذا كان في مشكلة مثلا خدماتية في منطقة معينة، فإحنا هم نسهل عليهم، راح يكون تقديم الشكاوي أونلاين، راح نلم تواقيع بهاي الحملة ونحمل هاي التواقيع للجهات المسؤولة المختصة. فهدفنا هون أن نكون حلقة وصل بين المشاهد بين المواطن والمؤسسة. احكي لنا شوي عن توجهاتكم في هذه الحملة زهرة، وكيف بدأت الفكرة؟ هل هي من مشاكل شخصية انه عدم مقدرة الناس من ايصال رسالتهم الى المسؤولين وصناع القرار، فهم بالتالي بحاجة الى منصة معينة حتى تكون الوسيط او الناقل، وايش بالضبط كانت الشرارة او الاهداف من وراء هذه الفكرة؟ احنا طبعا كنا من خلال مخيم في بيت لحم دام لمدة 5 ايام، كان عبارة عن تطبيق لمبادرة من خلال توظيف المساءلة والشفافية في تكنولوجيا المعلومات. فكنا عبارة عن مجموعة من طلاب إعلام وكمان تكنولوجيا. إحنا كنا مجموعة عبارة عن 5 أشخاص من مختلف مدن في الضفة. فوجدنا إنه يعني الإشي المشترك بين كافة المدن إنه ما في عنا آلية لتوصيل المواطن للقرار. وبالتالي أردنا إدخال التكنولوجيا بهذا الموضوع كونها إنها أصبحت لغة العصر. فطلعنا بمبادرة فزع عن طريق ويب سايت وموبايل أبليكيشن بتم من خلالها عرض العريض كتابة عريضة على الموقع أو الموبايل عن طريق شكوى على هذا الموقع. ناس بيعملوا على التوقيع على هاي العريضة. إحنا بنكون حاطين حد أعلى لهاي التواقيع، بس توصل تواقيع الناس على هاي العريضة لحد معين، بيجي دورنا إحنا نتحرك للضغط على صناع القرار والمسؤولين وبالتالي المحاولة في تغييرها. يعني هذا الحفل أو انطلاق هذه الحملة في حفل يعني كان في رام الله، خلال الحفل هذا أو خلال الانطلاق هل كان في عرائض معينة؟ هل كان في اعتراضات شكاوى معينة ولا لسه؟ نعم، تم طرح أكثر من عريضة، كان من بينهم أزمة المرور الخانقة اللي بتصير في دوار العزرية المؤدية لبيت لحم وأبو ديس. هاي الأزمة اللي بيعاني منها معظم السكان المتوجهين إلى رام الله واللي راجعين من رام الله إلى هذيك المنطقة. هاي العريضة بحاجة إلى 500 توقيع نزلناها وجاري الآن التوقيع عليها وسيتم حملها للجهات المسؤولة. إذا المجلس ما تقبل هذه مشكلتنا بنروح لجهة أعلى من المجلس. التحدي دائما في الاستمرارية، يعني كثير بتطلع عن أفكار من قبل الشباب وبكون في شغل عليها، ولكن التحدي في كيفية الاستمرار في عمل هذه المنصة أو هذا التطبيق. حاطين هذا الموضوع في عين الاعتبار من لما أطلقته فزعة؟ أكيد، هي إطلاقها كان مبارح، بس إحنا عملنا حملة إعلامية على الفيسبوك لحتى نقدر نجمع ناس نعرفهم بالموقع بشكل بدائي. مخططين إنه يكون في لقدام حملة إعلامية في الشركات في الوزارات في الأماكن اللي ممكن الناس إنهم يتوجهوا إلها لتقديم شكوى. فإحنا بنسهل عليهم بإنه نكون كوسيط بينهم وبين الجهات المسؤولة بإنه نوصل صوتهم مع الحفاظ على سرية تامة لحتى ما يتعرضوا لأي مساءلة قانونية. وبالتالي في يعني رح يتم توجهات يعني لقدام انه نعرف الناس على الموقع وبالتالي ليصير في تفاعل اكثر عليه.
فرح، اذا بدنا نحكي عن يعني مثلا اذا في هلا ناس بتسمعنا عندهم مشكله معينه، كيف ممكن يتوجهوا لرفع هاي العرائض؟ يعني وين ممكن يرفعوا هاي العريضه؟ كيف ممكن يوصلوا صوتهم؟ فزع موجوده كموقع على الانترنت اونلاين، موجوده ابلكيشن على الايفون وعلى النظام الاندرويد برضه، بس بحطوا فزع بالعربي على الهواتف الذكيه، وعلى الانترنت بحطوا www.fazaa.ps بدخلوا بيكون في انشاء عريضه بحطوا عليها وبنشوا العريضه، وبيكون مطلوب منهم بيانات بدخلوها عشان السريه والشفافيه، بس البيانات بس هي احنا بنشوفها مش اي حدا تاني لضمان مصداقيتها، يعني كثير سهل استخدامها. فزع مش اول منصه او اول فكره في هذا الموضوع، صار في عنا كثير شباب وحاولوا يعملوا مثل هذه الافكار، برايكم كيف ممكن تتميزوا عن منصات اخرى او عن حملات اخرى يعني حاطه بعين الاعتبار موضوع الشكاوى والعرائض ورفعها لصناع القرار والمسؤولين؟ هلا احنا زي ما قلت لك قبل، احنا استعملنا لغه العصر، بما انه الكل هلا مع سمارت فون والكل بيستعمل الانترنت وبيدخل على الفيسبوك، فرح يكون سهل عليهم بانهم يدخلوا ويكتبوا المشكله تبعتهم عن طريق الفيسبوك. وكمان احنا يعني هي اسمها فزعه، بانه الكل يقدم دعمه لهذا الموضوع، وبالتالي بما انه احنا يعني من خلال الموقع تبعنا بيتم جمع توقيعات لبيان دعم الناس لهذا الموضوع، وبالتالي نتحرك احنا لحل هاي المشاكل. فاستخدام عرض الشكاوي بطريقه تكنولوجيه حديثه ممكن يكون اشي ملفت للناس بشكل اكثر، لانهم يستخدموا اكثر من اي مجال ثاني، بالاضافه لانه الموقع يعني بتصميم حديث بموبايل ابلكيشن. شكرا لكم فرح عرقات وزهرة داوود منسقات في حملة فزعة، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم صبايا. مشاهدينا محطة أخيرة بقيت ومعرض حكاية حصار وجمال العروري وأكيد الشهيد ياسر عرفات. يسعد صباحكم مشاهدينا من جديد في آخر محطة من محطات فلسطين هذا الصباح، نتحدث عن حكاية حصار. طبعا حكاية حصار للمصور طبعا جمال العروري، احنا اعتدنا على حكاية حصار انه يكون معرض للصور الفوتوغرافية، طبعا هذه الصور اللي يعني بتتحدث عن حصار الرئيس عرفات لمدة 3 سنوات في مقر المقاطعة وحتى يوم استشهاده. طبعا حكاية حصار هذا العام تحول إلى هذا الكتاب، ضم فيه مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي كانت يعني تعرض سنويا في المعرض. جمال العروري المصور الصحفي موجود معنا، يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. متعودين على حكاية حصار من جمال من كذا سنة، وتوثق لحياة الراحل ياسر عرفات، وعندك صور شخصية وحصرية لياسر عرفات في فترة وجوده في الحصار وحتى بعد استشهاده، وثقت الصورة من على ضريحه. حابين نشوف تجربة حكاية حصار مع جمال عروري وإصداره عشية ذكرى 11 لاستشهاد أبو عمار. يعني هي النسخة الثانية هاي لإصدار حكاية حصار، ولكن هاي جاءت الصورة النسخة مقتضبة بس بتضم فترة حصار الرئيس الراحل ياسر عرفات.
اسمحوا لي أول شيء أن نترحم على الشهداء والشهيد الراحل أبو عمار، وإن شاء الله أن تكون هذه الأمور وهذه الذكرى هي يعني بوصل إلى الوحدة الوطنية وإنهاء انقسام الشعب الفلسطيني. الصور هاي الحقيقة اليوم بنعرضها في حكاية حصار وتحت هذا العنوان، لأن الشعب الفلسطيني يحاصر في كل اتجاهات، يحاصر الأقصى، يحاصر مقدساته، يحاصر قطاع غزة، يحاصر في كل أماكنه، الحواجز، القتل، الإعدامات الميدانية. فهنا احنا بنحاول من هذه الصور ننبش الذاكرة حتى الأجيال التي لم تعاصر هذه الفترة وتكون يعني شاهدة على هذه الفترة، حتى ترى ماذا يفعل، ماذا فعل الاحتلال برئيس القائد أبو عمار الذي دفع حياته ثمنا للثبات والصمود على الثوابت الفلسطينية ولم يتنازل عنها في داخل مقر مكتبه ومسكنه في المقاطعة. جمع هذه الصور جمال، يعني كيف حاولت ترتيب هذه الصور وجمعها في هذا الكتاب وإصدارها عشية يعني ذكرى 11 لوفاته، وأنت كنت يعني مواكب لتلك الفترة الصعبة اللي عايشها ياسر عرفات؟ يعني هاي الصور حقيقة المعرض ضم في ثنايا من الدقيقة الأولى لدخول أول دبابي لمقر المقاطعة اللي هو مكان تواجد الرئيس ياسر عرفات حتى لحظة استشهاده، وما بينهما من دمار وخراب، حيث يعني الاحتلال قام بهدم 22 مبنى في المقاطعة، ولم يبقى آنذاك إلا المبنى الوحيد لحصار اللي بيقيم فيه الشهيد ياسر عرفات. وبالتالي هذه الصور بتضم يعني كل فترة الحصار من بدايته حتى استشهاد الرئيس الراحل أبو عمار. يعني اللي زار المعرض، احنا بنعرف ان المعرض على مدار سنوات، هل نقدر نقول انه اخذ بالفعل يعني خصوصا اللي ما عايش يعني هذه المرحله، ما كانش موجود في رام الله، المش فلسطيني، وهذا المعرض يعني كان صغير بالضبط، او اللي كان صغير، هل نقدر نقول انه او من ردود الفعل قدر بالفعل ياخذ فكره عن كل مراحل الحصار، عن معنى ابو عمار خلال هذا الحصار وعن ما تعرض له خلال هذا الحصار؟ يعني أنا أقيم هذا المعرض 11 في الذكرى 11 لحصار الرئيس أبو عمار. يعني أقمت مجموعة من المعارض منذ السنة الأولى استشهاد أبو عمار، وكانت كل يعني كل معرض تحت مسمى عرفات الإنسان، على القدس رايحين، شهيدا شهيدا. في كل يعني حاولت من خلال هذه المعارض بأن أسلط الضوء على مراحل يعني مراحل حصار الشهيد ياسر عرفات في كل المواضيع. وبالتالي يعني كثير تفاجأت خصوصا في الجامعات والمعاهد بأنه كان زوار هذه المعارض يقفوا كثيرا أمام هذه الصور ويستفسروا عنها، ولأول مرة كأنهم بلاحظوا وجود هاي الصور وبشاهدوها. وبالتالي هاي هي كانت نبش في الذاكرة هؤلاء الأشخاص اللي لم يعاصروا حصار الرئيس أبو عمار. وبالتالي هذه يعني كانت لها ردود إيجابية في تعريف المواطن الفلسطيني والإنسان الفلسطيني الذي لم يكون في هذه الفترة وهلا كبر وصار يعني في سن يميز. كان كم صورة فوتوغرافية في المعرض؟ هو في حوالي 50 صورة فوتوغرافية في هذا هذا في حوالي 100 صورة فوتوغرافية بتضم تقريبا تفاصيل المعرض. بس اريد ان انوه انه يعني بعد يعني الساعة 11:30 حيكون افتتاح معرض في قطاع غزة في بيت الصحافي، هو تحت حكاية حصار، تحت اسم حكاية حصار، وهو لأول مرة منذ الانقسام يعني سيكون افتتاح هذا المعرض، وسيكون افتتاح معرض الساعة 10:30 يعني في هذه الأوقات في معهد خضوري طول كرم، برضو بحكي عن حكاية الحصار. أكيد أكيد، شكرا جزيلا لك المصور الصحفي جمال العروري، يعني وطبعا توثيقك لصور من حياة الشهيد الرمز ياسر عرفات خلال أصعب فترة في حياته بالفعل تستحق من جميع الأجيال أن تطلع عليها وتأخذ تفاصيل عن تلك المرحلة الذين ربما لم يعيشوها ولم يكونوا على احتكاك مباشر مع تلك المرحلة. شكرا لك جمال العروري، يسعد صباحك ويسعد صباحكم مشاهدينا. لهون نوصل لختام هذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح، رفقناكم فيه من 8 ولغاية الآن. أكيد إحياء ذكرى 11 لاستشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات مستمرة متواصلة معكم عبر تلفزيون فلسطين في تغطيتنا المباشرة والمختلفة من كافة المحافظات. نهاركم طيب وإلى اللقاء. في أمان الله.